بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان، انطلاقاتنا مستمرة وانطلاقاتنا تستمر شوطا تلو شوط، وانتقال إلى المسافة الأربعة كيلومترات، وانطلق أيضا شوطنا الأول عبارة عن سيارة مخصصة للمركز الأول لسن اللقاية، والأربعة كيلومترات هي مسافتنا ضمن هذا المهرجان وهذا العرس التراثي المقدم لرجل الأعمال المميز والغدير عبد الله بن أحمد بن حمد الحارثي على هذا الدعم الكبير والمستمر للتشجيع لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. تمنياتنا لك بالتوفيق والسداد والنجاح دائما وأبدا في هذا المسيرة أيضا الذاتية. أسير وياكم أيها الحفل الكريم، أيها المشاهدون الأعزاء أينما كنتم، وأسير مع سن يحمل السرعة في الأمتار الأخيرة، يحمل التحديات الجميلة والمثيرة. شوط اللقاية وأيضا سيارة لسن اللقاية، من هو سعيد الحظ لانتزاع سيارة هذا الشوط؟ أسير مع المركز الأول بقيادة وهذا الشوط الشهنية حمود بن سعيد الحارثي مع المركز الأول، المركز الثاني الغدوم مع ثاني المراكز الشاهنية سعيد بن سنوت الوهيبي المنطلق على المركز الثاني، المركز الثالث أيضا الدانة صالح بن عبيد الوهيبي من ينطلق مع الدانة على المركز الثالث، المركز الرابع وزن أحمد بن محمد المالكي مع وزن على المركز الثالث والرابع والمركز الخامس، القدوم والتقدم من تحية علي بن سلطان المعاضيد على المركز الرابع أو خامس المراكز، سادس المراكز والوصول والتقدم من القادمة، القادمة أيضا هناك الشهنية إحياء بن سالم الحجري. هذه النتيجة، أعود مع المركز الأول يا أخواني، أعود مع الصدارة هذا الشوط إلى المراكز الأولى المتقدمة في هذه الأشواط، أعود مع المركز الأول. السيارة يا أهل اللقاية، السيارة يا أهل اللقاية، واليبي يتقدم فليتقدم مع المركز الأول. هنا مع الدانة صالح بن عبيد الوهيبي من ينطلق في هذه اللحظات مع المركز الأول المركز الثاني، ألاحظ شعار المالكي المنطلق مع وزن أحمد بن محمد المالكي على المركز الثاني، أما في المركز الثالث شعار بن سنوت المتواجد على المرتبة الثالثة، المركز الرابع شعار الحارثي، وخامسا وسادسا من الأسماء والمهتمين برياضة سباقات الهجن. لكن الثنائي الخطير يا أخوان، الثنائي الخطير يا اللي تحبون الناموس، تقدموا مع المراكز الأولى بقيادة بن عبيد، بن عبيد مع السيارة يبحث عن السيارة، صالح بن عبيد الوهيبي منطلقة بهذا الشوط بقيادة الدانة، الدانة 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 وما أقلى من الدانة في هذا الشوط وبشتى أنواعها، يتقدم هناك مع المركز الأول. لكن المالكي خطير وزن في هذا الشوط، وزن وأيضا وزنها وزن بهذا الشوط بمكانتها العالمية، تتقدم مع المركز الثاني أحمد بن محمد بن حاكم المالكي مع المركز الثاني، المركز الثالث شعار بن سنوت القادم مع المركز الثالث، سعيد بن سنوت الوهيب المركز الثاني ألاحظه، المركز الرابع رابع المراكز، الوصول من شعار المعاضيد المنطلق في هذه اللحظات وبقيادة تحية علي بن سلطان المعاضيد على المركز الثالث والرابع المركز الخامس، ألاحظ شعار المهندس وصلكم الخطير المهندس، روح مع المركز الأول دام المهندس متواجدا في الشوط الأول، خطير 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 رابن عبيد ما يوصيك، روح مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط، المالكي مع وزن خطير للغاية يبحث عن الناموس، عينه على الناموس، وهذه النوعية بالفعل متواجدة معه، نوعية نادرة، شكل جميل، مطلوب 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 هذا النوع، مطلوب هذا النوع،
الله الله الله، يا هو تنافس جميل، يا هي تنافس والإثارة في الأمتار الأخيرة. اسرع عن اللقاية، اسرع عن اللقاية مع السيارة. شوطنا الأول، شوطنا الأول، ينطلقون مع المراكز الأولى المنطلقة في هذا الشوط، هنا مع صدارة هذا الشوط. لكن الدانة، الدانة ما زالت صامدة، الدانة ما زالت صامدة. صالح بن عبيد الوهيبي ينطلق مع المركز الأول بقيادة الدانة مع المركز الأول. الدانة هدانة هدانة، وما أدراك ما الدانة، من تنطلق مع المركز الأول. صالح بن عبيد الوهيبي منطلقا مع الناموس والانتصار الجميل والانتصار المثير. أسعد الله صباحك، سجلوه شوط اللقاية السيارة والشوط الأول لصالح بن عبيد الوهيبي. تهانينا والناموس على هذا الإبداع الجميل. كفاية كفاية يا بن عبيد، تستاهل الزعفران، تستاهل الزعفران اللي انفردت في الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس. المركز الثاني، كان المركز الثاني هنا مع المركز الثاني. الله، حتى الرمق الأخير وكان شعار المعاضيد على المركز الثاني. المركز الثالث بشعار أحمد بن محمد المالكي وتوقيتنا الزمني 5:57 94 جزء من الثاني. تهانينا والناموس.